أصدق هذا لقد وصلنا إلى المحاضرة السادسة والأخيرة لكنني يجب أن أقولها يا ليسا أنا حقا مستمتع بتقديم هذه المحاضرات مع وضعنا عنوان ابدأ من جديد أليس كذلك؟ لأن كل منا يحتاج إلى بداية جديدة أعتقد أن زيجات كثيرة تحتاج أن تولد من جديد، أن تعاد ولادتها، تحتاج بداية جديدة فيمسحوا الماضي ويتذكروا الأسباب. لذا سنرجع بكم إلى البداية ولكننا سنقرأ ترجمة The Message لتكوين واحد 27 و28. وعشرين وعشرين. فخلق الله الإنسان على صورة الله يعكس طبيعة الله، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها كونوا مسؤولين عن سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض وراء الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا حسن جدا وعندما قرأت هذا أمس أثناء تحضير هذا الدرس شعرت بأن الله ينظر إلى كل واحد منكم ويقول هذا حسن هذا حسن جدا جدا الامور التي في حياتك ما قد بذر فيك امكانياتك حسنه ربما تقول لا لا لقد مررنا بامور سيئه لكن هذا لان الله يرى مصيرك ويرى إلى أين أنت متجه أكثر من اهتمامه بأين كنت الله يعلن وجود أمور حسنة في مستقبلك لكن يجب أن نقرر أن نصدقه عندما يعدنا بشيء بالطبع. لقد قال ذلك قال إنه سيقدمنا عذراء عفيفة مجيدة أحد آياتي هذا ما سيحدث لنا أحد آياتي المفضلة هي رؤية 21-5 حيث يقول ها أنا أصنع كل شيء جديداً لم يقل أنا سأجدد القديم، بل قال: "ها أنا أصنع كل شيء جديداً" يعطيكم حباً جديداً، وأحلاماً جديدة، وإيماناً ورجاءً جديداً، وشركة وخلوة جديدة، وحياة جنسية جديدة، أياً كان ما تحتاجون أن يجعله جديداً، سيجعله جديداً. الأمر يبدأ بما نقوله، أنا أستمتع جداً في كل مرة أقرأ فيها هذه الكلمات. في تكوين 11 ترى مجموعة من الرجال ونساء الأشرار يجتمعون رجال فقط هذا صحيح كانت مجموعة من الرجال الأشرار مجتمعين وقالوا سوف نقوم بأمر مستحيل سوف نبني برجا رأسه في السماء قال الله ونصنع الأرض لا سنبني ناطحة سحاب أجل سنمتد رأسيا فقط نعم بالضبط صحيح ونزل الله ونظر إليهم وما قاله هو ما يثير إعجابي قال الرب: "هو ذا شعب واحد ولغة واحدة لجميعهم، وهذه مجرد البداية لما سوف يعملونه، ولن يعجزوا، الله هو الذي يتكلم، ولن يعجزوا عن فعل أي شيء ينوون أن يعملوه". لقد كانوا واحداً ويتحدثون نفس اللغة، عندما يجمعنا الله معاً، نصبح جسداً واحداً. لاحظوا ان هؤلاء كانوا رجالا عصاة، كانوا رجالا اشرار، لم يكن روح الله يسكن فيهم. فماذا سيحدث عندما نبدا نحن الجسد الواحد في التحدث بلغة واحدة؟ يقول الله: لن لن يعجزوا عن فعل اي شيء. علينا ان نختار ما إذا كنا سنتحدث بلغة الأرض أم بلغة إرادة السماء؟ أحب هذا. تقول أرضنا الطلاق وتقول السماء الاتحاد. تقول أرضنا الرفض وتقول السماء القبول. وتقول أرضنا أنت مدين لي وتقول السماء أعطي مجانا. تقول أرضنا الانتقام وتقول السماء الغفران. تقول أرضنا لن أكون عبدا لك وتقول السماء سوف أكون خادمك. تقول أرضنا أنني أحتقر ضعفك، وتقول السماء أنني أرى إمكانياتك، ومحبتي سوف تستر ضعفك. أرضنا أنت لا تسدد احتياجاتي، السماء أريد أن أسدد احتياجاتك. يجب أن نقرر أننا سنغير طريقة رؤيتنا لكل شيء، لأننا سنجد كل وعود الله متوازية مع أهداف السماء. سوف يجعلنا واحد، وسوف يتمجد في النهاية. وحين ينتهي كل شيء صلاه يسوع سوف تستجاب والعالم سيراه بسبب حبنا بعضنا لبعض يوحنا 17 إلى 23 سأقرأ من ترجمة ذا يسوع يقرر في العشاء الأخير في ليلته الأخيرة مع تلاميذه كابن الإنسان قرر سوف أصلي أمام الجميع حتى يعرفوا ما يهمني ولست أسأل من أجلهم فقط عن التلاميذ بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بسببهم بمعنى أن يسوع كان يصلي من أجلنا بسبب شهادتهم عند هذه الايه افكر من يؤمن بسببي من يؤمن بسببي ليكون الجميع قلبا وفكرا واحدا كما انك انت ايها الاب في وانا فيك ليكونوا هم ايضا قلبا وفكرا واحدا معنا ليؤمن العالم انك بالفعل ارسلتني وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد انا فيهم وانت في ليكونوا مكملين الى واحد وليعطوا العالم الشرير دليلا انك ارسلتني وأحببتهم بنفس الطريقة التي أحببتني بها. طالما وجد الانقسام، لا يوجد دليل على أن الله أرسل ابنه لأنه أحب العالم. ويجب أن نفهم أن حبنا بعضنا لبعض يعلن مجد الله لهذه الأرض. يقول احبهم ولن نرى مجد الله وقوه الله لا اعرف رايكم ولكنني لست سعيده بما اراه أنا لم أؤمن بالمسيح لأصبح متكلمة. أنا لست سعيدة بما رأيته، وأنا وجون لدينا جوع لشيء أعظم مما رأينا، لذلك سنعيش بالشكل الذي يباركه الله وحيث يمكنه أن يسكب قوته ومجده، لأنه حين ننقسم لن يسكب مجده ولا قوته. هذه هي المعركة، أن نكون واحداً، نحن جسد واحد، لكن هل نسير كواحد؟ يظهر هذا في طريقه كلامنا وما نصلي لاجله وما نؤمن به ما يخيف العدو هو زوج وزوجه يتحدثان كواحد يتحدثان بلغه السماء كل الأمور التي اتفقنا فيها أنا وليس حين كنا نتفق معا كانت تزدهر وكنا نرى معجزات تحدث وأي أمر لم نكن نتفق فيه كان عبارة عن صراع لم يكن فيه إثمار هدف العدو هو أن يجعلنا منقسمين أن يجعل زواجك منقسما فلا تتكلم كواحد ولا ترى إثمارا السيادة التي يريدها الله لكم إذا المعركة الحقيقية هي أن نظل واحدا، نسير كواحد ونتكلم كواحد. نحن لم نفهم هذا في البداية لأني أردت أن يفكر جون مثلي وهو أرادني أن أفكر مثله. ولكننا قلنا في البدايه ان التشابه لا يعني الوحده الاختلاف يعني الوحده لذا كان علينا ان نتعلم كيف نحب بعضنا بطريقه صحيحه وان نبني قوى بعضنا البعض لقد فعل جون هذا معي في بدايه زواجنا عندما تزوجنا كل ما قدمته هو بشره برونزيه وقوام جيد كنت المع ليس بسبب البيره وكان جسمي مشدودا فقط كان شكلي جيدًا، ولكني لا أعرف كيف أسلك جيدًا، لا أعرف كيف أطبخ ولا كيف أكون أمًا. لكن جون قال: أراهن أنها ستكون حكيمة، وستكون رائعة في الحسابات المادية، وستكون تقية، وستفتح حياتها. ففكرت: لحظة لحظة، ليس لدي فكرة عن أي شيء من كل هذا. لكن قبل ان يكتشف انه تزوج بصدفه فارغه ساخضع لكلمه الله وساسمح لكلمه الله ان تبدا في تكوين ما يعلنه الحب علي هل تعلم ان الله يعلن الحب على كل واحد فينا بطريقه رائعه انا اؤمن انه بقدر الظلام الذي اصبح في العالم نحتاج أن نقول لماذا يهاجمون الزواج؟ لا أحد يهاجم ما لا يهدده. العدو يهاجم معنى الزواج لأنه يدرك أن قوة الزواج تخلق قوة الميراث، تخلق قوة العلاقة مع الله. لذا كان علي أن أغير طريقة كلامي مع جون. هو كان يبنيني لكن أنا كنت أهدمه. كنت أقول إنه يسافر والناس تصفق له ويشترون كتبه. حين يرجع المنزل يجب أن يغير حفاظات وتتسخ يده ويشتري الخضروات، يجب أن يعيش في العالم الواقعي. كل هذا مهم، كان يجب أن يساعد لكن الحقيقة لم يهتم بما يقوله الآخرون. لم يهتم بمن يصفقون له في الطريق. صحيح. أراد أن يعرف ماذا أقول أنا له عندما يرجع إلى المنزل، وأنا لم أكن أشجعه. ولم أكن أحتفي به. كنت أفكر لماذا يتحدث عن نفسه كثيراً؟ الرجال يتحدثون عن أنفسهم إن لم تتكلمن عنهم، إن تكلمتم عنهم بما يكفي لن يتكلموا عن أنفسهم. الرجال يحبون الاحتفاء بهم، والنساء يحبون الشعور بأنك تحتاجها، فقلت: سوف أسحبك إلى الأسفل، سوف أتحكم فيك. وانت في هذا المستوى ثم ادركت ان هذا خطا كان يستحق ان يحب بطريقه يفهمها حاولت ان اجبره لتصبح لغه حبه مثلي لغتي هي لغه حب يسوع اعمال الخدمه والوقت لكن لغه حب جون هي مثل معظم الذكور كلمات التشجيع والتلامس, والتلامس الجسدي. الجسدي فقلت تعال الى عالم يسوع فيقول لا هذا ما افهمه لكنها كانت مشكلة بالنسبة لكل منا لأني أظل أقول أنت جميلة أنت رائعة أنت حكيمة أو حين تقترب مني في السرير أقول أنت لم تساعدني اليوم هذا صحيح وهي لم تكن تقول إني وسيم أو إني أميرها و... بل كانت تعد لي وجبات رائعة وكانت تقول لي انا اقصد انها, أنها كانت تقول امورا عظيمه ولكني لم افهم بسبب اختلاف لغه الحب ان تكلمت معك باللغه العربيه في حين انك تفهم الانجليزيه فقط فلن تفهم ما اقوله لكن ان كلمتك بالانجليزيه ستفهم لو لغه الحب التي افهمها هي كلمات التشجيع وتكلمني باعمال الخدمه هناك خمس لغات للحب في كتاب جاري تشابمان الهدايا هي ليست لغتنا المشتركه فنحن لا نحب الهدايا الهدايا اعمال الخدمه الوقت كلمات التشجيع والتلامس الجسدي لغتي هي كلمات التشجيع والتلامس الجسدي ان لم تكلمني بهذه اللغه لا افهم انها تريد ان تقول احبك كان علي ان اقولها عن قصد وكانت تبدو بشعه في البدايه نعم شكلك جيد فتقول تقولين ذلك لأنك لأنك تعرفين أني أريد ذلك فأقول هذا صحيح وكأني أقول أشعر أنه ليس من المفترض أن تسمع ذلك لكن حسنا سأقول شكلك جيد ثم بدأت أستمتع بهذا الأمر جدا بدأت أشعر أنه صحيح لأنه كان يفرح به جدا وكان أسهل بكثير من تصليح الأرضيات لقد أمتعني هذا نعم <applause> أمر سهل جداً. <applause> نعم جدياً. ثم بدأت بدأت أفعل هذا أمام أولادي. أثناء الغداء مثلاً أقول كلاماً يجعلهم يشعرون بالضيق، مثل: "انظروا إلى والدكم يا إلهي، لا أعرف لما لم أحمل عشر مرات، إنه قوي وجذاب، فيقولون: "ليس أمامنا، أنتم غريبان جداً". وقد, أسعد وقد أسعدني هذا وكان لسان حالي اطلبي مني أي شيء نعم بالفعل أقصد هذا كل ما عليك فعله أنا ملكك عندما فعلنا ذلك كان هناك أمران مفروغ منهما واحد زوجي رجل رائع اثنان يسافر كثيرا وهذا يعني أنه يبتعد عني كثيرا وإذا امتنعت عن تشجيع زوجي ولم أقل له كم هو مرغوب بالنسبة لي ربما في إحدى سفرياته في وقت ضعف تطرق امرأة أخرى باب غرفته في الفندق وأكون قد تركته غير محصن لكن الآن إذا جاءتني امرأة وقالت أنت مثير أقول أعرف زوجتي تقول هذا حالي. نعم نعم يقول أنا لا أحتاج أن أسمع هذا منك لأني أسمعه في البيت نحن, نحن نحمي بعضنا حين نحب بعضنا بطريقة صحيحة. وأيضاً بمدح زوجي أمام أولادي، أأمل أن أكون قد قدمت نموذجاً للطريقة التي يجب أن يعاملوا بها. ما أريده هو أن يحصل أولادي على زوجات تشعر بأنهم أروع رجال على وجه الأرض، وأنهم وأن يروا زوجاتهم نعم أجمل نساء بالضبط. الأرض. بالضبط. لذلك شعرت بأننا نحمي ونبني ونقوي بعضنا. ونقدم قدوه لكن هناك من يقول لكن هذا يبدو سخيفا بعض الشيء لا لقد كان له تاثير رائع على زوجي ولانه كان امرا سهلا لذلك ظننته سخيفا وانا وجون شخصان مختلفان تماما نعم بالفعل نحن مختلفان جدا جدا جون كالصوره الابيض واسود ولكي اكون صادقه احب ذلك لم أتساءل أبداً: ترى ماذا سيكون موقف جون من هذا الأمر؟ أعرف موقفه لأن مبادئه ثابتة، لكني لست رمادية، أنا أقلام التلوين في عالمه. أنا أدخل وهو يرسم الخطوط فأقول له: حبيبي هذا واضح ولكنه ممل، لذا علينا أن نضع لوناً بنفسجياً هنا وألونها. لديه عمى ألوان، لذا علي أن ألون عالمه. الرجال والنساء لديهم نقاط قوة مختلفة، تريد أن تتحدث عن الرجال. هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصا تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية؟ ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك، اختر ما تريده من المكتبة الشاملة. كتب إلكترونية، منهج تعليمي كامل، فيديوهات وعظات مسموعة. سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة. اعرف المزيد على cloudlibrary.org الرجل يحضر البناء يحمي البيت ويحضر قوه خارجيه ويزيد هذه القوه لكن المراه تحضر اذا الرجل يحضر البناء او الهيكل وهو مثل خطوط كتاب التلوين والمراه تحضر شيئا يدعى غذاء الهيكل بدون الغذاء ميت والغذاء بدون الهيكل لا يمكن ان يتكاثر عندما كان اولادنا صغارا استثمرنا اموالا كثيره على لعبه المكعبات لاننا كنا نريد ان نكون الاجداد المفضلين وكنا نريد ان ياتي اشر وصوفي الى بيتنا ويقولون المكعبات هذا رائع فعندما كان اولادنا صغارا كانوا يبنون بالمكعبات كانوا يبنون ابراجا واشياء يمكنهم ان يهدموها وعندما يرجع جون بعد سفره كان يتصل من المطار ويقول انا في الطريق وكان يقول انا احبك لكنك لا تدركين الوقت اعرف ان الاطفال يجرون في المنزل بنصف ملابسهم واعرف انك لم تستحمي بعد امامك 45 دقيقه قبل ان اترك الباب لقد بدا العد التنازلي فاقول يا الهي اباكم في الطريق وكنت اعجز عن الحركه ويبدا الاطفال في الجري وانا احاول ان اكون في وضع لا يهدد صحه الاخرين ويحاول الاولاد ان يبنوا شيئا او يلونوا شيئا فكانوا يبنون ابراجا بالمكعبات لابيهم ثم يدخل وينظر الى الابراج ثم كانوا يحبون ولم اكن افهم هذا قبل ان انجب اولادا ان يكون هناك فائز وخاسر لا يؤيد هذا ثم يقول هذا اطول برج وانت ستكافئ ثم يسحب الاولاد سياره ويجعلها تصطدم بالابراج فكانوا يبنون عليا ثم حادثه ذات مره وكانت مره واحده تركت صديقاتي ابنتها عندي الفتاه لم تبني ابراج بل بنت حجرات وضعت المكعبات على الارض وصنعت اسره وكراسي وطاولات وصنعت اشخاصا كان اولادي ماهرون في قياده السيارات بلا اشخاص لماذا اشخاص؟ نعم ولم يفكروا ابدا في اللعب بعرائسها لماذا جاءت هذه الاشياء عندنا؟ كانوا يراقبون الفتاه الصغيره التي كانت تجعل الأشخاص يتفاعلون معا، جعلتهم يمسكون أيادي بعض، وأثناء مراقبة أولادي، جعلت اثنان من تلك المكعبات يقبلان بعضهما، فصرخ أولادي: لا يا إلهي! يجب أن نحرقهم! لكن في الحقيقة في بيت الله لدينا هياكل بلا غذاء. البعض يجب أن يناموا، والبعض يمسكون الأيدي. والبعض ربما يحتاجون الى التقبيل <applause> نحتاج الى ترابط في بيت الله اذا الرجل يحمي البيت لكن المراه تحمي القلب الرجل لديه قوه خارجيه لذا يحيط بها حتى تقدر قوتها الداخليه ان تزدهر لقد ارضعت كل اولادي حتى طلبوا مني التوقف لن نفعل لكِ هذا بعد الآن، لقد تخطينا سنتين، لكني أذكر أني كنت أشعر بقوة وأنا أحملهم في حضني. جون لم يحتضنهم، كان يلقيهم في الهواء، ويأرجحهم حول رأسه، ويدفعهم على رجليه. كان يحاول أن يفتح عالمهم، كان يقول: "أريدكم ألا تخافوا، الحياة رائعة". وأنا لا أبقُ في الأمان في حضن أمكم، ارضوا حتى عمر العشرين. أنا أمزح، لم أقل هذا. حسناً، هذا هو الفرق. نحتاج أن الرجال والنساء يفعلون ذلك في بيت الله وفي بيوتنا. إذاً نحن مختلفان. الامر المهم هو ان ندرك هذا الاختلاف لكن نظل واحدا وهذا هو ما نحاول ان نرجع به لبيوتنا لقد تزوجت بشخص مختلف عنك وهذا ليس سيئا هذا تكميل لك هذا من راي الله انه سيكملك فانا انا لم اتزوج نسخه من جون بيفير بل تزوجت ليزا بيفير وقد تعلمت ان افرح باختلافاتنا لكن الاختلافات لا تجعلنا منفصلين عن بعضنا البعض بل يجب ان تجعلنا اقوى كجسد واحد هذا هو ما نريد ان نصل اليه من هذه المحاضره نعم سيكون هناك اختلافات وتحديات وكل الامور التي تدعو للشجار لكن ابقوا واحدا في هدفكم فكروا لان الكتاب يقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا ويقول ايضا اثنان خير من واحد اذا تزوجت هذا رائع لكن سيكون أمامكم مهمة. هذا هو الخيط الثالث. أنا وليزا مختلفان كثيرا، دائما أبحث عن ما يجمعنا. ما يجمعنا هو حقيقة أن كل منا يحب الآخر بشدة ونحب أولادنا. لذا هناك مهمتان، والثالثة هي أن كلانا مولود من جديد ونحب الله، والرابعة هي أننا نخدم معا. لقد رأينا أن هناك الكثير من الأسئلة عن ما هي أولوياتك هل الله أولا هل الخدمة ثانيا هل يمكن أن توضح هذا بما أنك الله تحت أولا لكن الله والخدمة ليس واحدا خدام كثر يقولون الله أولا والخدمة أهم من الأسرة لا الله اولا فان امرني بشيء واسرتي لم توافق هذا مختلف لكنهم يضعون الخدمه قبل اسرتهم وهذا ليس قصد الله اذا علاقتنا بالله اول شيء بالله ثم الزوجه ثم ياتي الاولاد ثم مهمتنا في الحياه التي ربما تكون في الحكومة أو عملا خاصا أو في التعليم عملنا هو الخدمة لدينا امتياز أننا نشترك في هذا الأمر معا إذا كانت الزوجة لنقل طبيبة والزوج يعمل عملا خاصا فلن يكونا معا في نفس المجال لكن يمكن أن يقتربا من بعضهما ويستمتعا ثم يجب أيضا أن تستجم معا لأن السبت هو أمر من الله وليس الناس والله يريدك أن تستريح أؤمن أن المتزوجين يحتاجون إلى راحة زوجتي تحب أمورا غير التي أحبها أحب لعب الجولف هذا يريحني لكني أدركت أن ليزا لا تحبه فكان علي أن أبحث عن شيء نستجم به معا لقد أحبت الدراجات البخارية فذهبنا إلى محل دراجات بخارية واشتريت دراجة كوازاكي نينجا لزوجتي واشتريت لنفسي دراجة بخارية واقول الصدق قد كنت اكرهها ولكن اشتريتها لانه كان وقت مع ليزا يجب ان تجد ارضا مشتركه لدينا احفاد الان سنختار الاامن لقد تخلصنا من الدراجات البخارية ولكني دائما ابحث عما نقدر ان نستجم به انا وزوجتي اشتريت زورقا جليديا ونركبه معا ونستمتع بذلك نحن نتقارب أكثر، وهذا يفتح الباب للحديث عن أمور خلاقة للخدمة ولعائلتنا. إذا، وظيفتنا هي أن نتأكد من أننا مستمرين في الاتحاد، أتفهمون؟ في جميع نواحي الحياة. حين يتزوج اثنان يكون لديه اصدقاؤه وهي صديقاتها بدون اي ملتقى طرق الرجال بحاجه الى اصدقاء والنساء الى صديقات لاحظت ان زوجتي تتحسن صحتها مع صديقاتها وانا ايضا تتحسن صحتي بلعب الجولف مع اصدقائي لكن يجب ان يكون هناك ملتقى اجتماعي هذه احدى خططنا لتتميم مهمتنا ارى انه اذا ركزنا على ان نكون واحدا وحددنا اهدافنا سيحققها لنا الله بطرق معجزيه ان اهتممنا بهذه الاولويات بدلا من ان نعيش حياتين منفصلتين ونحاول ان نحقق هدفا لمهمه زواجنا لذلك من المهم جدا ان تفكروا على كل هذه المستويات المختلفه كيف يمكن ان تظل واحدا وتنموان معا كواحد كنا نتحدث عن بدايه موسمنا الجديد لقد اصبحنا جدود لدينا مهمه مختلفه مهمتنا هي ان نكون اصدقاء مره اخرى لا يجب ان نكون اباء بمعنى اباء اذ اننا الان جدود وما معنى هذا كنا نتحدث عن ذلك التعريف الذي نريد ان نضيفه الى تعريف الخضوع هو تحت التكليف ذاته الخضوع يعني تحت التكليف او الارساليه ذاتها انت تبني مع اشخاص مكلفين بنفس المهمه لذا فحين تعرف من هو الذي وضعك الله معه لن تحتاج ان تقلق على ما ستفعلونه من موجوده اذا ستتبعها ماذا لان الشخص الذي معك هو الذي سيبنيك وسيعلمك وسيخرج افضل ما فيك وفجأة سيأتي ما تنتظره وستنبهر. الناس يسألوننا هل فكرتم من قبل أنكم ستفعلون ما تفعلونه الآن؟ فأقول: "لم يكن لدي أي فكرة عن ذلك". لكننا كنا نعرف مع من سنفعله. المهمات مرتبطة بالأهداف، لذلك الخضوع معناه لديكما تكليف. تبنين مع زوجك لأن كلاكما لديه تكليف تربية أبناء أتقياء، أو ليصبحوا أبناء أتقياء. في الواقع، لكي تكونوا أبناء أتقياء وترب أبناء أتقياء مهمتك هي أن تكرم الله في كل اختيار تختاره سرا وعلنا هناك مهمة في حياتك وأنا وجون نريد أن نكون مؤثرين مقنعين لأن حياتنا حين نكون في الطائرة أو وسط الناس أو في المطعم يأتي إلينا الناس ويطلبون أن يكونوا معنا لأن هناك شيء ما فينا يشرفهم ويؤثر فيهم وزوجي العزيز سألني سؤالاً في أمثال أربعة عشر واحد ماذا يقول عن ما على المرأة أن تبنيه؟ المرأة الحكيمة تبني بيتها بيتها نعم إذا ماذا يفعل الرجل الحكيم؟ يبني زوجته لأنه حين تبني زوجتك ستبني هي البيت لذا على الرجل ان يبني زوجته وعلى المراه ان تبني الرجل واثناء ذلك تتسعان تريد ان تقرا افسس خمسة؟ نعم محبه المسيح تجعل الكنيسه صحيحه كلامه يبرز جمالها احب هذا هذه ترجمه مسج لما قراته لكم من قبل محبه المسيح تجعل الكنيسه صحيحه كلامه يبرز جمالها كل ما يفعله ويقوله مصمم لكي يخرج افضل ما فيها افسس 5 26 بحسب دمسج اليس هذا رائعا هذه قدوه قائدنا كلماتي يجب ان تبرز جمال ليزا وكل ما اقوله او افعله يجب ان يخرج افضل ما في ليزا عندما تزوجنا كانت ليزا منكسره لان خلفيتها العائليه كانت قاسيه للغايه لكني لاحظت اني اذا استمريت اقول رغم انها لم تصدقني في البدايه انت جميله انت حكيمه بدأت ترفع رأسها وهذا ما يفعله معنا يسوع أفسس أربعة خمسة عشر يقول بينما نتكلم بالصدق في المحبة سوف ننمو بالكامل في علاقتنا بالمسيح الذي هو الرأس هذا هو هدف زواجكم قال الله لتحضروا أبناء لله لتحضروا أبناء ليس فقط أن تلدوا أطفالا بل أن يصبح جون وليزا بيفير أكثر شبها بالمسيح في تعاملنا معا وهذا سيحدث بالتكلم بالصدق في المحبة. سأكرر في زواجكم إما أن تتكلموا بالصدق للانتقام وتجرحوا أحدا بآيات الكتاب أو تختاروا أن تغفروا وتصلوا إلى أن يتدفق الحب ثم تتكلمون بالصدق في المحبة وهذا سيجعلكم تنمون لن تنموا بالمحبة فقط ولا بالصدق فقط بل بالتكلم بالصدق في المحبة. اؤمن ان احد اهداف الله من تجميع رجل وامراه معا هو ان يبرز جمال التشبه بالمسيح في حياتنا لقد قدمنا هذه المحاضرات السته وكتابا رائعا ودليلا تعبديا لكل منكم لكني اظن ان احد اهم الامور التي يجب ان نفعلها نريد ان نخلق جوا لكم لكي تعملوا بعض الامور التي تكلمنا عنها انتهت الست محاضرات وقدمنا كلمه الله واختباراتنا الشخصيه والان نريد ان نمنحكم الفرصه لكي تتكلموا بالصدق في المحبه مع بعضكم البعض ربما لا يناسب هذا غير المتزوجين ولكني اريد المتزوجين ان ينظروا الى بعضهم البعض كل واحد في عيني الاخر وأريدكم أن تقولوا هذه الكلمات من كل قلوبكم أيها الرجال سأقودكم الآن في كلمات أريد كلًا منكم أن يقولها لزوجته قولوا هذا سامحيني لأن استخدمت قواي لكي أقمعك وأحبطك سامحيني لأن لم أقدر قيمتك وجمالك وحكمتك ولطفك. سامحيني لأني لم أخلق بيئة لازدهارك. وكنت أنانيا في أحاديثنا ووقتنا معا وحتى في الفراش. أؤمن أن الله يقدر أن يشفي اتحادنا. أؤمن أننا نستطيع كل شيء في من يقوينا. سنتولى السياده سنكثر وسنكون مثمرين جدا معا في اسم يسوع انا متشوق لقضاء وقت معك والان لتنظر الزوجات الى الرجال وقولوا لهم سامحني لاني استخدمت قواي لكي ابرز ضعفاتك من الان سأستخدم كلامي لأبني حياتك. سأضاعف قواك. سأكون أفضل شيء حدث معك. سامحني على الأوقات حين لم أكن مكاناً أميناً لتوضع قلبك. أؤمن أن الله سيصنع الكل جديداً. سأكون حارساً أميناً لقلبك. أختار أن أحب. أختار أن أغفر. هذا يوم جديد مليء بالرحمة والحق. لنحب ونحلم. قبلوا بعضكم. تريد أن تقرأ هذا؟ نريد أن نعطيكم رؤية وهي رؤية الله. سنعلن هذا المزمور على حياتكم حتى تبدأ كلمة الله تسير إلى مستقبلكم وتقابلكم هناك. مزمور 112. هللويا، طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه. نسله يكون ناجحا في كل مكان. جيل كامل من المستقيمين يبارك. رغد وغنى في بيته وبره قائم الى الابد نور اشرق في الظلمه للمستقيمين هو حنان ورحيم وصديق سعيد هو الرجل الذي يتراءف ويقرض يدير اعماله بالعدل مثل هذا لن يغلبه الشر الصديق يكون لذكر ابدي لا يخشى من خبر سوء قلبه ثابت متكلا على الرب قلبه ممكن فلا يخاف ويواجه مضايقيه منتصرا فرق مجانا واعطى المساكين بسخاء بره يذكرونه الى الابد وسيكون مؤثرا ومكرما هذه هي كلمة الله التي يقولها عن اتحادكم، عيشوها أمين. وتكلموا بها سويا آمين. أمين. أنتم شعب مكرم، أنتم شعب ممتلئ نعمة، أنتم شعب بار وسط أرض مملوءة ظلاما. أنتم رجاء لمن قد فقدوا الأمل. زواجكم سيكون مثالا بارقا. ابناءكم سيصلون لما هو اكثر مما تخيلتم الله سيثبتكم لا تخافوا من الظلمه التي تضغط عليكم الان فهي ستجعل مجد الله يعلو في داخلكم وستكونون منتصرين في هذا الموسم في اسم يسوع امين